انتم كإطار فني للمنتخب والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، اذا ينجح الترجي الرياضي التونسي في افتتاح النتيجة. ولمجد الشهودي، لمجد الشهودي يتمكن من مغالطة الحارس محمد نشنوش، نشنش عليه بهذا الهدف. انتم كإطار فني للمنتخب والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، اذا ينجح الترجي الرياضي التونسي في افتتاح النتيجة. ولمجد الشهودي، لمجد الشهودي يتمكن من مغالطة الحارس محمد نشنوش، نشنش عليه بهذا الهدف.